في هذه الحلقة غنتكلموا على أكثر الأماكن غموضا على كوكب الأرض، مثلث برمودا، المنطقة اللي امتلأت السفن والطائرات وما خلت ليهم حتى شي أثر، وخلوا من وراهم أهم لغز اللي ما لقاوش ليه الحل لحدود الساعة. مثلث برمودا جا في الغرب ديال المحيط الأطلسي، النقطة ديال رأس المثلث جات في جزر برمودا، والثانية جات في بورتوريكو، والنقطة الثالثة جات في فلوريدا. وهذا المثلث متساوي الأضلاع، المساحة ديالو تقريبا 1,000,000 كيلومتر مربع. مثلث برمودا في القرن العشرين الماضي خدا واحد الشهرة واسعة، وداروا عليه مجموعة ديال الوثائقيات والبرامج، وكتبوا عليه مجموعة ديال المؤلفين. وأهم الحوادث اللي كانت ديك الوقيتة هي اختفاء المركبة الشرائية كارول لنقل الفحم، وحادث USS تيكلوب اللي كان على السفينة اللي كان راكب فيها 309 ديال الأشخاص، والرحلة الجوية المعروفة رحلة 19 اللي خرجت فيها مجموعة ديال الطائرات في مهمة تدريبية روتينية، ومن بعدها اختفوا من الرادار، مابقاوش كاع باين الاثر ديالهم. كاينين مجموعه ديال النظريات اللي كتحاول تفسر هاد الحوادث ديال الاختفاء. النظريه الاولى كتقول وجود بوابات زمنيه بمثلث برمودا اللي كتنقل السفن والطائرات الى زمان اخر. النظريه الثانيه اللي كتقول وجود طاقه غير عاديه في المنطقه اللي كتاثر على اجهزه الملاحه والبوصله. النظريه الثالثه اللي كتقول ان المنطقه كتتواجد بها كميات كبيره جدا من غاز الميثان اللي كتصاعد فوق البحر وكتعطي فقاعات كبيره جدا قادرة تغرق السفن. والنظرية المنطقية اللي كتقولك أن الإنسان هو السبب، فهو ما كانش كيطلع على الحالة ديال الطقس وسوء الأحوال الجوية في المنطقة اللي معروفة بالعواصف والأمواج العاتية. أما النظرية الغير منطقية اللي كتقولك أن المنطقة كيتواجدوا فيها الكائنات الفضائية اللي كتختطف هاد السفن والطائرات. آخر نظرية اللي كتقولك أن المنطقة كيتواجد بها العرش ديال إبليس، وهو الشياطين ديالو كيعيشوا في مثلث برمودا، وعندهم المملكة ديالهم ديال الشياطين تحت البحر، ممكن يكونوا هما اللي اداو الى اختفاء هاد السفن والطائرات في المنطقة. بالنسبة لهاد النظريات كاملة حتى شي وحدة فيها ما صحيح، وهذا الشيء اللي زاد خلاها انها تكون غامض. واش ممكن نقولوا ان هناك قوى خارقة للطبيعة وراء الحوادث ديال الاختفاء ديال السفن والطائرات، او ان هناك بوابة لعالم اخر في قاع المحيط ديال مثلث برمودا؟ اشبه ليك انت اللي كتشاهد هاد الحلقة، شنو هي النظريات اللي غادي تقترحها لينا؟ شاركنا بالراي ديالك في التعليقات. Pénétrez ici dans l'un des endroits les plus mystérieux et les plus méconnus de toute la Terre. Nous sommes au fond de l'océan Atlantique, dans une zone géographique qui a enfiévré l'imagination de l'homme depuis des siècles, où des bateaux, des avions et des hommes ont disparu sans laisser de traces et sans raison apparente. La plupart ont fini ici, dans le silence et l'obscurité des profondeurs. Il faudra faire un amerrissage forcé, sauf si on peut se poser. À tous les avions, restez en formation serrée. Dès qu'un avion à moins de 40 litres, on tente un amérissage. Il a disparu juste comme ça. En 1945, 5 avions militaires ont disparu sans laisser de traces. Ils avaient justement survolé le triangle des Bermudes.